من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي أخواتي، ها نحن وإياكم في حلقة جديدة وقراءة تاريخية متجددة. إذن نعود وإياكم فيها إلى زمن الإمام الصادق صلوات ربي وسلامه عليه، إذ نشأ فيه الكثير من التيارات الفكرية، وكثر فيه مدعي التشيع لمحمد وآل محمد. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يجيب الأسئلة ويضع الأمور في نصابها، ويوضح الفرق بين الحقيقة والادعاء في التشيع وغير التشيع. حوارية اليوم ستكون بين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومجموعة من جلاسه، يحدثهم عن متحدث عن الشيعة وحقيقتهم ووجودهم وأعمالهم، وكيف أنهم لهم ما لهم من الفضل في بقاء الأمور في نصابها. وهنا يكون أكثر من حكمة نأخذها بعد أن نشاهد وإياكم. إن الله لا يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا. وإن الله لا يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا. وإن الله لا يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا. وهو قول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فوالله ما نزلت إلا فيكم، ولا عنا بها غيركم. إذن مشاهدين الكرام، من الحكم التي أخذناها من المشهد المتقدم، إن هنالك فرقا شاسعا بين حقيقة التشيع والدعاء. وإن التشيع هو التماس طريق محمد وآل محمد واتباع وتطبيق منهجهم، وبهذا يكون الإنسان منتميا لمحمد وآل محمد، ويكون معولاً عليه بمنع الأرض من أن تسيخ بأهلها. لكرامة الشيعة عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما تقدم يأخذنا إلى التفكر، فأين نحن؟ فإن كنا من مدعي التشيع محبين للتشيع، فعلينا أن نكون شيعة. وإن كنا من الشيعة فعلينا أن نراقب أنفسنا وأعمالنا، لأننا بجزء من الأجزاء محسوبين على محمد وآل محمد، وأعمالنا تحسب عند البعض عليهم. في أمان الله.
أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.